بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبر يا أخوانا بتاع نصرانية في مقابر المسلمين، مقابر الرميلة في الجهة الجنوبية من مقابر الرميلة إلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله يبدأ عملية النبش بواسطة الطب العدلي وبواسطة النيابة وبواسطة الأوقاف وقوة الشرطة. الحمد لله الموضوع مشى بالطرق القانونية والطرق الرسمية لنبش القبر، وهذا إن شاء الله يسلك صدور المسلمين ويشفي صدورهم. وعملية النبش إن شاء الله قائمة الآن حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتاريخ 3 ذو القعدة 2 يونيو الخميس. الحمد لله بدأت عملية النبش ولله الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان أرسل هذا المقطع الذي أنتم رأيتموه، وفيه أن هذه المرأة النصرانية التي هي دفنت في مقابر المسلمين في منطقة الرميلة بالسودان، وعليه نبدأ نتكلم أيها الكرام الفضلاء على مسألة مهمة من المسائل، وهو دفن الكافر في مقابر المسلمين. لا يجوز طبعا دفن الكافر في مقابر المسلمين، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية كما نقله العيني في البناية شرح الهداية، وأيضا الكاساني في بدائع الصنائع، والمالكية كما نقله عليش في منح الجليل على متن خليل، وأيضا كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي، وعند الشافعية أيضا كما نقل نوه في المجموع شرح المهذب، وعند الحنابلة أيضا كما نقله البهوتي في كشاف القناع، والروحيبان في مطالب أولي النهى، وهو قول ابن حزم كما ذكر ذلك في المحلة، وهو قول اللجنة الدائمة وقول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، ولا يعرف فيه خلاف بين المسلمين. هذا لا يعرف فيه خلاف بين المسلمين، والدليل من ذلك من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وصححه الوادع في صحيح المسند، واحتج به ابن حزم في المحلى، وجود إسناده ابن القيم في تهذيب السنن عن بشير بن الخصاصية، كان اسمه زاحم والنبي غير اسمه إلى بشير، وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. وجه الدلالة من هذا الحديث كما ذكر ابن حزم في المحلى هو التفريق في قبور المسلمين عن قبور المشركين. ومن الآثار عن عبد الرحمن بن غن وأخرجه ابن حزم في المحلى واحتج به، قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم، ثم إلى أن قال: ولا يجاور المسلمين بموتاهم، ولا يجاور المسلمين بموتاهم. فهذا هو بالنسبة لهذه المسألة: دفن الكافر في مقابر المسلمين. والواجب أنه كما رأينا في هذا المقطع يعني تم رفعه إلى الجهات الرسمية هناك، وتم نبشه تحت إشراف الجهات الرسمية والعدلية في السودان لينقل إلى مقابر النصارى. وفي فتوى للشيخ بن باز رحمه الله هل فيها قال: لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين، ولا يجوز للكفار أن يدفنوا ميتا في مقابر المسلمين، لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان ولا دفن مشرك مع مسلم، وكان هذا إجماعا عمليا، وكان هذا إجماعا عمليا. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة، وكان من لجنة الفتوى الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ بن غديان والشيخ بن قعود رحمة الله على الجميع، رحمة الله على الجميع. هذا هو الذي نفيده في هذه المسألة، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يرحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي ورحمة المسلمين وعطاك الحفظ وارزقني بره يا رب العالمين. تم تعالوا صوتيا في سحري.
ليلة الأحد لأربع خلون من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.